ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من محل ابو سليمان في 14 شارع الروائي خلف سدناوي. ووصلنا النهارده دفعه مكان سينجر فيتنامي 32 32. معنى كلمه 32 يعني هي بتعمل 32 شكل. ومكنه طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان انا بحب اي حاجه تيجي بحب اطلعها من الكرتونه واجربها لحضراتكم. طبعا انتوا عارفين ان انا اكتر حاجة بحب اشتغل فيها المكوك المعدن، يعني طبعا انا فاتحها يا جماعة وهوريكم على الطبيعة طبعا شغل المكنة. انا بحب اجرب مع الفنز بتاعنا الاشكال. طبعا ده المكوك اهو، انتوا عارفين ان انا بحب اشتغل في المكوك المعدن اهو يا جماعة، المكوك بتاعها معدن. طبعا المكنة فيها خياطة وزجزاج وتطريز وعراوي. طبعا ايه، احنا دلوقتي زي الفيديو اللي فات يا جماعة كان عن المكنة البرازر برضو الفيتنامي، وان شاء الله في برضو كمان كام يوم فيديو هينزل لمكنة كويسة جدا برضو، بس طبعا مش هنعلن عنها دلوقتي. طبعا انتوا عايزين، طبعا عايزين خياطة طبعا معروفة ان احنا بنظبط المؤشر بتاعنا هنا على خياطة اهو، تبدأ تدينا ايه خياطة بس اهي يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هي يا جماعة عفوا كده خياطة بس. طبعا عايزين اي شكل زجزاج مثلا، طلع شكل الزجزاج زي ما حضراتكم شايفين اهو. عايزين طبعا يا جماعة انتوا ادي مثلا شكل الفستونة، لو عايزين نجيب شكل فستونة اهو. زي ما حضراتكم شايفين طبعا المكنة كويسة، بس برضو يا جماعة صوتها عالي شوية. طبعا موضوع الصوت ده طبعا احنا طبعا بنضيعه بالزيت. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل برضو من الاشكال اهو يا جماعة. نستنيينكم في 14 شارع الروائي خلف سدناوي، معرض الحاج سليمان، امام محل مجدي علي للكوالين. اي حد هيجي يا جماعه يسال عن خصم القناه، طبعا ما تنسوش الاشتراك، ودي حاجه طبعا انا ليكم طبعا بعد ربنا فضل كبير عليا ان النهارده القناه بتاعتنا مشتركينها عاليه بطريقه الحمد لله يعني تفرحني. وطبعا كل التعليقات اللي انا بسمعها طبعا بقدر ان انا يا جماعه اي حد بيسالني عن اي حاجه بيقول لي مثلا عايزين نصور مكنه اوفر، عايزين نصور مكنه عراوي، عايزين نصور مكنه صناعي نص كمبيوتر كمبيوتر كامل، انتوا كلموني يا جماعه واطلبوا وانا انفذ. يعني طبعا انتوا بقيتوا حبايبنا واحنا طبعا انا بنحبكم، وانتوا اهلنا وانتوا اللي بتدعمونا. طبعا انتوا اهم من اي حد عندي، فاي حد هيطلب اي حاجه بنفذها له. فما تنسوش يا جماعه طبعا تعملوا لايك وتشيروا اي فيديو احنا بننزله. وطبعا يا جماعه في هنا زرار فصل، نرجع تاني يفصل طبعا المكنه. ده ملو الماسوره بتاعت المكوك، اول ما اعمل كده طبعا بتشتغل ايه اوتوماتيك المكنه، ايه بتبدا تشتغل. في طبعا يا جماعه فرماتوره عشان برضو ما قلتلكوش عنها، اللي هي ايه بتخلي القماش ايه رايح جاي زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا عندنا المكنه بتيجي معاها طبعا الزيت والابر والمقصات، وطبعا مكنه سينجر طبعا معروفه ميد ان فيتنامي. هي يا جماعه كرتونتها، اي حد هيجي يسال يا جماعه عن خصم القناه مكنات خياطه ابو سليمان مستنيكوا وبتيجوا تنورونا. وفي ناس كل يوم بتيجي وطبعا بيكتبوا في التعليقات ان احنا طبعا بنعمل الخصم وبننفذ كل رغبات الزبون. واي حد عايز اي حاجه، وطبعا يا جماعه ما تنسوش ان احنا عندنا كل الاكسسوارات، واي حد هيعوز اي حاجه من عندنا احنا على قد ما نقدر بنحاول ننفذها، واحنا تحت امركم في اي وقت ومستنيينكم يا جماعه. وتيجوا تنورونا، والسلام عليكم ورحمه الله.